الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول ربنا جل وعلا في محكم تنزيله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إخوة الإسلام، المولى جل وعلا رفع شأن العلم وشأن أيضا العلماء، وأيضا المولى جل وعلا بين مكانة العلماء، رفع منزلتهم. يقول ربنا جل وعلا في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. من خلال هذه الآية يتبين لنا أهمية وفضل العلماء، والله جل وعلا منع المساواة بين أهل العلم وبين الجاهل. قال ربنا جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طلب العلم أحبابي خير ما ضيعت فيه الأعمار وأنفقت فيه الساعات، فالناس إما عالم أو إما متعلم أو أهل فتن يشوشون على أهل العلم من العلماء. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. العلماء هم أهل خشية الله جل وعلا، نعم هم أهل خشية المولى جل وعلا، والعلماء لهم فضل كبير في نشر التوحيد وفي نشر السنة وفي نشر الأخلاق الفاضلة وفي توجيه الناس التوجيه الصحيح. وعندما نقول ونذكر الخشية فهي التي تحول بين العبد وبين معصية المولى جل وعلا، فتجد العالم يدعو إلى طاعة ربه جل وعلا، وتجده أيضا يسعى في مرضاته. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. والله ساءنا ما بلغنا، وساءنا ما قرأناه، وساءنا ما سمعناه من كلام ومن تشويش على عالم من علماء الجزائر. عالم عرف بالعلم، عالم عرف بنشر الدعوة إلى الله جل وعلا، عالم عرف بدعوته الناس إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآونة الأخيرة حرب، شن بعض الناس حرب على هذا الشيخ وهذا العالم، ألا وهو الشيخ فركوس حفظه الله تعالى. هذا الرجل العالم، هذا الرجل المتواضع، هذا الرجل الذي أفنى عمره في دعوة الناس إلى الخير وتعليم الشباب المنهج القويم، كان لزاما علينا أن نفتخر بهذا العالم الرباني، كان الواجب علينا أن نذب وأن ندافع عن هذا الشيخ الذي طالما حاول أعداء الله جل وعلا وأعداء هذه الدعوة المباركة، طالما حاولوا أن يتخلصوا منه ومن دعوته، نعم ومن التشويش، وطالما حاولوا التشويش عليه، نعم حفظكم الله، ولكن
ها هو ثابت، ها هو ثابت يعلم الناس في مكتبته الصغيرة، ينشر العلم، ينشر الفتاوى، وشهد له بالعلم حتى خارج الجزائر، في المملكة، في مصر، في اليمن وغيرها من البلاد الإسلامية وحتى البلاد الأوروبية. لكن البعض جيشوا جيوشهم من أجل القضاء على دعوة هذا الشيخ. نعم، وأنا أقولها بصراحة، الذي يتكلم في الشيخ فركوس إما صاحب هوى أو رجل جاهل. نعم، إما صاحب هوى أو رجل جاهل. فأنا أنصح إخواني وأنصح أحبابي في الجزائر وفي غيرها من البلاد الإسلامية أن يحافظوا على هذا الشيخ الفاضل، أن يحافظوا على هذا العالم الرباني. نعم، وأن يلتفوا حوله، وأن يطلبوا عنه العلم، وأن يأخذوا منه أيضا ما أعطاه الله جل وعلا من علم ومن حكمة. فدعوته ذنب هذا الرجل أنه يدعو الناس إلى الكتاب والسنة، جريمته عند هؤلاء أنه يدعو إلى الكتاب والسنة، أنه يوجه الناس التوجيه الصحيح، هذا هو ذنبه عند هؤلاء الناس. ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ هل يريدون أن يعيش الناس في دياجيل الضلال وفي دياجيل الظلام؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن يعبد الناس القبور؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن يتوسل الناس وأن يطلبون الإعانة من غير الله جل وعلا؟ يريدون أن ينتشر الشرك؟ يريدون أن تنتشر البدع التي كانت قديما في بلدنا؟ لا والله يا إخوان، فالذي يشوش على دعوة الشيخ وعلى الشيخ فعليه أن يعلم أنه سوف يموت، وأنه سيخبر، وأنه سوف يقف بين يدي ربه جل وعلا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله دفاعي عن الشيخ حفظكم الله، والله دفاع عن الحق، وأيضا دفاع عن هذه الدعوة المباركة. من 4 أو 5 سنوات رتب طلبة الشيخ، رتبوا للقاء معه أسفل مكتبته في القبة. والله جلست مع الشيخ حوالي نصف ساعة، فتعجبت لأخلاقه، وتعجبت لسمته، وتعجبت أيضا من علمه. والله نصف ساعة استفدت منه الكثير. أقول لهؤلاء الشباب الذين ينشرون الأكاذيب على الشيخ، والذين ينقلون الكلام إلى المشايخ وإلى العلماء من أجل التشويش على علم الشيخ وعلى الشيخ ونشر الأكاذيب على وسائل التواصل، أقول لهم اتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن لحوم العلماء مسمومة. تذكروا الموت، تذكروا الموت، تذكروا القبر، تذكروا وقوفكم بين يدي ربكم جل وعلا يوم القيامة. والله إننا نعيش في زمن غريب، تطاول الصغار على الكبار، الكبير نحترمه والصغير يسمع لتوجيه الكبير، لكن انقلبت الموازين واختلط الحابل بالنابل، أصبح الصغير يسمع له وأصبح الكبير يهان. لا إله إلا الله وإلى الله المشتكى. فنقول لشيخنا الشيخ فركوس حفظه الله تعالى، أثبت يا شيخ، أثبت،
يقول ربنا جل وعلا في محكم تنزيله والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، هذه فتن عابرة، وبإذن الله جل وعلا سيظهر الحق ويظهر ويتبين للجميع من خلف هذه الفتن، والذي يروج لهذه الفتن. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.